لا تأخذنا الغيرة على عائشة باسم النبي صلى الله عليه وآله، استحوا، النبي بريء من عائشة. الآن عندك رجل مرجع تقليد صالح وله زوجة، باكر يموت وزوجته تروح تاجر برا وتنحرف أخلاقيا. إذا حكينا على ذيك الزوجة فيما فعلته بعد وفاة زوجها مرجع التقليد الصالح، كنا هتكنا كرامة المرجع؟ لا، شنو ربط المرجع؟ هي انحرفت بعدين، هي هو شنو ربطه؟ كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنو المقولة التافهة السخيفة هذه؟ أنه إذا احنا حكينا على عائشة من جانب أخلاقي فهذا فيه مساس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كرامة النبي وفراش النبي. شنو النبي يتحمل مسؤولية تصرفاتها الشائنة بعد رحيله؟ بعد استشهاده؟ إذن يلا، إذن معنى ذلك إذا حكينا على جعدة إحنا بنت الأشعث مسسنا بكرامة الإمام الحسن. ليش؟ أن جعدة أيضا انحرفت أخلاقيا بعد الإمام الحسن، ونحكي عليها ونقول في النار ونقول عرضت نفسها على يزيد. أشوف ماكو أحد يقول لا احترموا نفسكم، هاي كرامة الإمام الحسن، هاي عرض الإمام الحسن.